مرحبا، أهلا وسهلا بكم في الأسبوع الرابع للدورة التعليمية الدراسة في ألمانيا والتي تناسب الدراسة في الجامعات الألمانية. في هذا الأسبوع سنقوم بتوضيح المصطلحات المهمة لكم والتي تخص تنظيم دراستكم. ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، ويتوجب على الطالب تسجيل نفسه في الجامعة، ويجب عليه أيضا تجديد التسجيل في الجامعة للفصول الدراسية الأخرى. هل كنتم تعلمون بذلك؟ توجد هناك أيضا تكاليف مادية للدراسة، لكن ما هي هذه التكاليف؟ ومن أجل أي غرض تفرض هذه التكاليف؟ سنقوم في هذا الأسبوع بتوضيح كل هذه الأمور والعديد من الأسئلة وغيرها، ونتمنى لكم جميعا أن تقضوا وقتا ممتعا.